اي بي جيمنجو فيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده يا ابطال، اكيد كلنا فاكرين لما لعبه روبلوكس وقفت يا ابطال، ووقفت تقريبا اكتر من 10 ساعات او 12 ساعه، والسبب كان مجهول. وكنا يا ابطال ساعتها عملنا فيديو عن الموضوع ده، والفيديو ده نزل من 4 ايام. ولعبه روبلوكس يا ابطال حصل فيها ان كل السكنات حرفيا اتغيرت، وحصل فيها حاجه غريبه جدا، وتحولوا كلهم لمناو. كان حرفيا اي حد في اللحظه دي وفي الوقت اللي لعبه روبلوكس فيه كان يدخل اي ما بيلاقي جوه نفسه منور، يقول ايه ده، مش انا اللي عملت السكن ده. فالنهارده يا ابطال خدت بالي ان ميجو 9 يا ابطال نزل فيديو عن الموضوع ده، والفيديو كان بعنوان فيلم روبلوكس نهايه فريق ميجو 9 في لعبه روبلوكس. بصراحه يا ابطال انا قبل ما اشوف الفيديو ده انا قلت بس كده، واضح كده ان ميجو هيسيب لعبه روبلوكس. ولكن طبعا يا ابطال في الفيديو بتاع ميجو كان ميجو مستغرب جدا من اللي بيحصل في لعبه روبلوكس، قاعد بيقول يعني دي يعتبر للمره المليون يا لعبه روبلوكس يحصل كده. هو مش مليون قوي يعني، ولكن كل شهر احنا متعودين ان لعبه روبلوكس يحصل فيها كده. خلونا يا ابطال نروح دلوقتي ونشوف ميجو عمل ايه وقت ما روبلوكس كان فيها المشكله. كمان السكن هو دوت متغير، وسكن كمان الاستاذ متغير، وسكن كمان ده متغير. او ماي جاد، بص كل السكنات حوالينا حرفيا سكنات النوب القديمه خالص، اللي هو الاصفر فازرق فاخضر. السكنات ديت انا حرفيا بقالي مثلا يعني بقالي سنين انا ما شفتش حد عامل السكن بتاعه كده. بصراحه ابطال انا استغربت جدا لما فعلا لعبه روبلوكس حصل فيها كده، ومش لوحدي لان يعتبر ميجو ابطال اصلا محتوى افلام. كان المفروض يا ابطال في الوقت ده كان ينزل لكم فيلم روبلوكس، ولكن اللي حصل ان هو جه يدخل عشان يعني يصور في ماب البيوت، لقى يا ابطال حاجه غريبه جدا، وان لما يجي يدخل على اي ماب حرفيا يا ابطال بيبقى السكن زي ما انتم شايفين قدامكم. حتى يا ابطال ميجو برضك دخل على ماب ريمبو فريندز، ولقى الماب نفس الشكل وزي ما انتم شايفين الشكل مخيف عامل ازاي، الناس كلها مناوب، وحاجه مستفزه قوي من لعبه روبلوكس انها تغلط غلطه زي دي. بصراحه الغلطه دي عمرها ما هتتنسي. حتى هنا يا ابطال ميجو بردك دخل على ماب، والماب دي بردك لقى فيها نفس الكلام. تقريبا الفيديو ده عباره يا ابطال ان هو بيدخل مابات وبيشوف هل المابات كلها بجد كده في لعبه روبلوكس ولا لا. وفعلا يا ابطال في الوقت ده لعبه روبلوكس كان كل المابات فيها تدخل عليها لازم تلاقي نفسك نوب، ودي حاجه تلقائيه وما اعرفش ازاي حصل. حتى يا ابطال الماب اللي هي اخر شخص يخرج من الدايره، للاسف يا ابطال الماب دي برضك كان فيها نفس المشكله. على ما اظن فعلا يا ابطال ان كل المابات كانت فيها نفس المشكله، والحمد لله لعبه روبلوكس يعتبر دلوقتي رجعت زي زمان. ولكن الغريب اللي حصل هو فعلا يا ابطال لعبه روبلوكس هتفضل دايما مستمره في الموضوع ده؟ اتمنى ان لعبه روبلوكس يا ابطال ما تفضلش مستمره في الموضوع ده، لان يا ابطال اللعبه دي لو فضلت مستمره بالشكل ده حرفيا هتوقع منها جمهور كتير قوي، وانا بصراحه مش عايز كده. انا يا ابطال يوتيوبر بقدم محتوى يعتبر جيمنج، واخترت اللي هو مثلا انا العب لعبه روبلوكس، فاتمنى ان لعبه روبلوكس ما يحصلش فيها المشاكل دي. اي نعم يا ابطال احنا مش محتوانا افلام، وانا يا ابطال يعتبر عملت تصويت من يوم تقريبا ما شاء الله عليكم اكتر من 2100 تصويت، قلت لكم ايه المحتوى اللي انتم بتحبوه اكتر حاجه، كلكم ما شاء الله يعتبر قلتوا تحقيقات، 81% تحقيقات، 7% افلام روبلوكس، 12% الاثنين معا. وانتم بصراحه يا ابطال عارفين وفاهمين ان احنا اصلا يا ابطال محتوانا الاصلي والاساسي هو تحقيقات، ولكن انا بحاول يا ابطال ان انا انزل لكم افلام روبلوكس يعني على المدى. ممكن مثلا يا ابطال يعني انا المفروض طبعا الجدول دلوقتي ماشي ازاي، كل يوم حد وخميس يعتبر فيلم روبلوكس، ولكن يا ابطال ممكن فتره كده ونخلي يوم واحد بس في الاسبوع هو فيلم روبلوكس، لان بصراحه عايزين نركز شويه في التحقيقات ونعمل افكار جامده جدا في التحقيقات، لان انتوا عارفين يا ابطال كل اخر سنه بيطلع ممكن هاكر جديد، بيحصل حاجات جديده، والحاجات دي دايما بيكون ليها علاقه باي هاكر. يعني بردك السنه اللي فاتت طلع لنا تقريبا تورليو وديس دولي وحاجات كتير، فانا بصراحه لازم اكون مجهز الابطال واجهز انا كمان عشان نجهز للتحقيقات الاسطوريه اللي جايه. ما ينفعش ندخل في حته مش بتاعتنا، ولكن انتوا طبعا بتحبوا الشخصيات زي شيتوس زي اي شخص بيدخل معايا جديد في اي فيلم. انا مش بقول كده عشان ما استمرش في الافلام، ولكن باذن الله يا ابطال هستمر في الافلام، ولكن طبعا التحقيقات هتكون الاساس. بحبكم جدا يا ابطال، واتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. لو عندكم اي تحقيقات عايزين تبعتوها لي تبعتوها لي على حسابي على الانستجرام، او تعملوا لي منشن على اي فيديو غريب انتوا تشوفوه على حسابي على التيك توك اللي هو اي بي جيمنج اي جي. وبس كده يا ابطال، يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج وابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط
عملت لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا